قامت هذه الشركة بجمع وتحليل بيانات أكثر من 70 مليون مستخدم أمريكي للفيسبوك بطريقة غير قانونية. ليس لدي ما أخفيه، هو الرد المعتاد على برامج المراقبة والتطبيقات الذكية في هواتفنا الخلوية، لكن تلك التطبيقات تسجل كل ضغطة زر تقوم بها، تراقبك وترصد اهتماماتك ورغباتك حتى نقاط ضعفك وحالتك المادية من أجل التوجيه والتأثير عليك. أنت وملايين المستخدمين معرضون للاختراق وانتهاك الخصوصية الرقمية التي يصفها خبراء تكنولوجيا الاتصال بالوهم. لكن هل توجد تطبيقات آمنة؟ وكيف يحمي المستخدمون بياناتهم من المراقبة والاختراق؟ حماية البيانات العامة GDPR قانون شرعته دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حماية الخصوصية الرقمية، ويقوم على موافقة المستخدم على جمع أو تحليل أو معالجة بياناته، إضافة إلى حقه في طلب حذف البيانات الخاصة به وطلب عدم استخدامها أو نسيانها. لا حق من دون تعويض. ينبغي حصول ضحايا الانتهاكات أو التجاوزات في مجال الخصوصية التي ترتكبها الدول أو المؤسسات التجارية على تعويض فعال، لكن قانون الاتحاد الأوروبي لم يمنع حتى اللحظة سياسة الخصوصية الجديدة التي فرضتها فيسبوك على مستخدمي تطبيق الإرسال الفوري واتساب. خبراء في الأمن السيبراني يتفقون على انعدام الخصوصية الرقمية وعلى خطورة جمع البيانات واختراق حسابات مستخدمي الفيسبوك والماسنجر، لكن وعي المستخدم يلعب دوراً هاماً في تعرض بياناته للاختراق وخصوصيته للخطر أو المحافظة عليها. كثير من التطبيقات أصبحت تستخدم هذه المعلومات وتتبع المصاحب لها في دراسة سلوك المستخدم والتأثير على قراراته الشرائية والمعيشية وحتى ميوله السياسية. 87 مليون مستخدم سربت فيسبوك بياناتهم لشركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية لتستغلها لصالح الحملة الانتخابية الأمريكية في أكبر وأشهر فضيحة رقمية عام 2018. شركة فيسبوك تعتبر للأسف من أسوأ الشركات فيما يخص جمع وتحليل واستخدام البيانات بطريقة تنتهك خصوصية المستخدم. ولمحركات البحث قصة أخرى، فعند استخدامك جوجل، ياهو، بينغ يتم تخزين معلومات عن سلوكك الإلكتروني، المواقع التي تتصفحها، استعلاماتك البحثية، أوقات تصفحك، وهو ما يطلق عليه الملف التعريفي بسلوكك أو تعريف الارتباط، الأمر الذي يساعد الشركات على معرفة وتتبع سلوكك واهتماماتك وأسلوب حياتك لتظهر نتائج البحث بناء على ملفك التشخيصي. وبالطبع تختلف نتائج البحث التي تظهر لك عن تلك التي تظهر لصديقك. يتم جمع كم هائل من البيانات حول مستخدمي فيسبوك، مثل ملفاتهم الشخصية، أماكن تواجدهم، تواريخ ميلادهم، الصفحات التي يعجبون بها، وغيرها من البيانات والأنشطة التي يستخدمونها في فيسبوك. بناء على هذه المعلومات وتحليلها يتم إنشاء ملف تعريفي لكل مستخدم في حسب ميوله واهتماماته ونقاط ضعفه، ثم يتم تقسيم هؤلاء المستخدمين إلى شرائح واستهدافهم نفسياً بمحتوى متخصص بناء على معايير سلوكية وجغرافية إلى آخره. ومع مرور الوقت حينما تشتري ماكينة قهوة مثلاً، ستجد الإعلانات بشكل متكرر حول ماكينات تحضير القهوة وتتجاوزها أحياناً إلى كل ما يتعلق بالقهوة. من المؤكد أن الشركات العملاقة تسعى لتعظيم درجة استفادتها من التطبيقات التي تنتجها والتي تشكل المواد الدعائية فيها أهم مصدر لجلب الفائدة، وبالتالي فإن هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على ملفات تعريف الارتباط في تكوين ما يعرف باسم قاعدة البيانات الضخمة أو البيج داتا، والتي تساعدها في دراسة سلوك المستخدم وتوفير مواد إعلانية مناسبة لاهتماماته. لذلك فهي تسعى بشكل دوري إلى تحديث اتفاقيتها مع المستخدم فيما يتعلق بالخصوصية لضمان استفادتها من هذه المعلومات. العملاقة جوجل تستغل خاصية تحديد الموقع المتوفرة على الهواتف الذكية وتحتوي على كل تحركاتك اليومية.
صحيفة الجارديان البريطانية تقول إن الملفات الموجودة من جوجل درايف والرسائل من بريدك تخزنها بيانات جوجل، كذلك كل ما تحتويه تلك الرسائل أو الملفات من صور تم التقاطها بكاميرا هاتفك، بل تبقى حتى بعد الحذف. المخيف أن معظم تطبيقات الهاتف تشترط عليك الدخول إلى الكاميرا، معرض الصور، قائمة جهات التواصل، تشغيل الميكروفون، الدخول إلى التخزين الداخلي للهاتف. وفي أحيان كثيرة تجد إصبعك يضغط بحركة إرادية أو لا إرادية على كلمة موافق. لكن هل جميع التطبيقات معرضة للاختراق؟ إنه لا يوجد نظام خالي من الثغرات، لذلك يعتبر وعي المستخدم هو أهم وسيلة لضمان سلامة بياناته. وجدت الحماية لتخترق. يجيب مبرمجو تطبيقات وبرامج أجهزة الكمبيوتر والتي تعمل على هذه الأنظمة. تقنية التشفير واحدة من آليات حماية البيانات، لكن بعض التطبيقات تحتوي على نسخ احتياطية غير مشفرة، وتطبيقات أخرى تعتمد تقنية التشفير من طرف إلى طرف، وهي الرسائل التي ترسلها عبر تطبيقات الاتصال والإرسال الفوري. وعلى الرغم من تقنية التشفير، فإن تقارير في التقنية العالية تشير إلى أن كل أنواع البرامج والتطبيقات الإلكترونية عرضة للاختراقات ومهددة بالثغرات الأمنية بطرق ووسائل أخرى عبر ملف تعريف الارتباط أو سجلات تتبع اهتماماتك. هل يمكن أن تتخلى عن التطبيقات الذكية؟